هل يمكن سيادة الرئيس يمكن أن نصل إلى خيار إعادة الانتخابات وحل البرلمان؟ هذا الخيار هو خيار دستوري اصلا من مضينا بانتخابات عام 2020 هي كانت بالمضي بهذا الخيار بموجب الماده 64 من الدستور. لم يطرح هذا الخيار لغايه الان. الخطوات القادمه قد تمضي سريعا ونسعى الى تشكيل حكومه تتحمل القوى السياسيه مسؤوليه مخرجاتها ومسؤوليه الاداء لهذه الحكومه والتقيم امام الشعب.